جدا ان شاء الله يحقق لنا جزء منها في المرحله اللي بتكون معانا فيها في بيرس. فخورين جدا بالنظام شريف، مستنيين منه كتير ان شاء الله تطور ورا بقى، والحاجه اللي احنا نرحب بيه وسعداء جدا بيه. شكرا للمهندس ممدوح علي المدير التنفيذي لنادي بيراميدز. والان مع كلمه الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، خلينا نتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. برحب طبعا بالكابتن شريف اكرامي وجوده معانا، ويمكن من الحاجات الكويسه ان الواحد بيتعامل مع حد بالنسبه له جديد. يعني طبعا ده بالنسبه لي انا شخصيا بيبقى حاجه مريحه مختلفة طبعا تماما عن لو كنت لعيب يبقى انت لسه ممكن سمعت عن شخصيته او سمعت عنه بس لسه هتختلف. لكن طبعا كلنا عارفين ان احنا لعبنا فترات طويله مع بعض، كان حاجه بالنسبه لي مريحه. يمكن زي ما المهندس المحيط ان الشيف من اللعيبه اللي مشهوره بس فني، دي طبعا دور فني ودور فني كبير كمان. لكن طبعا برضه من اللعيبه اللي ليها ادوار ثانيه دور قيادي للفريق. طبعا كل فرقه كل ما بتحاول على حضور بتلاقي الاوتو ليكس، يعني يبقى في اكبر عدد لعيبه كبيره مش سنا كبيره بشخصيتها وفرحه المصريه. شريك من الناس اللي بتتحمل المصريه، من الناس اللي بتعرف تقود فرقه، ومن الناس اللي بالنسبه لنا هو اوتو ليكس هو مهم بالنسبه لنا مهم. ومهم بالنسبه لنا شخصيا لان انا المتواجد على طول مع اللعيبه وانا اللي على احتكاك باللعيبه مباشره. فرحب طبعا بيه تاني واتمنى له ان شاء الله التوفيق، واكيد هو عنده طموح عايز يحققه معانا وان شاء الله نحقق كل يوم مع بعض السنه الجايه، بدايه من السنه الجايه ان شاء الله. شكرا. شكرا للكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي الجبل. والان مع كلمه السيد عبد الرسول مدير اقعاد كبار النادي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. حابب ارحب بكم في البدايه من الموضوع. في البدايه حتى اشكر مجلس الاداره في الوزاره الخارجيه مهندس ممدوح، دعم اللامحدود لجميع الادارات الموجوده في النادي اللي بتمكن النادي بالتعاقد مع نوعيه اللعيبه اللي زي كابتن شريف اكرامي وقبلها كابتن رمضان صبحي وقبلها كابتن احمد توفيق. عمليه التعاقد مع كابتن شريف كانت عمليه طويله شويه. كابتن شريف اعلن من شهر فبراير ان هو ده كان هيكون اخر موسم ليه السابق، وكان من المستحيل تداول امكانيات كبيره جدا زي كابتن شريف اكرامي ده تكون متاحه في السوق التعاقد معاها وتغض بصرك عن الموضوع ده. قدمنا للكابتن شريف العرض، والكابتن شريف كان راجل واضح، تلقى عروض من دول الخليج مع كابتن عمرو عبد الحميد، وتلقى عروض من الانديه المصريه، لكن كان افضل عرض هو كابتن عمرو نادي بيراميدز. التعاقد مع كابتن شريف اكرامي كان تعاقد سفر انتقال حر لمده 3 مواسم. القيمه الماديه للتعاقد اللعيب زي ما اتفقنا قبل كده هو اللعيب هو صاحب الحق الوحيد في الافصاح عن القيمه الماديه للتعاقد. كابتن شريف قيمه وقامه كبيره، قيمه مضافه كبيره تضاف للقيمه الفرديه لفريق بيراميدز، قيمه كبيره جدا بتضاف لغرفه الملابس. هي دي نوعيه اللعيب ان شاء الله اللي هتكون موجوده في بيراميدز الموسم اللي جاي. بيراميدز هدفه واضح جدا في الفترات السابقه والفترات القادمه كمان هتنافس بقوه على كل البطولات. محتاج انك تلعب الفريق والتشجيعات لازم تكون على قدر المسؤوليه وقدر المستوى اللي الناني بيطلع الوصول.